سأليني على الخيل. أسألك عن الخيل؟ إيه؟ إذا سألتك راح تعرف يعني؟ إيوه أقدر. أعطيني أنت اللي عندك أعطيني أنا. اللي عندي. إيه. زين أنا اللي عندي بسألك. أوكي. الخيول اللي مشاركة هني بالبطولة خيول مصرية. إيه. شنو مواصفات الخيول المصرية؟ الجمال ويعني قبتها حلوة والمشي القوائم وبطنها. العروق شنو؟ عروق. يعني إذا كانت بارزة العروق فهذه ميزة؟ ميزة أكيد. أنا بكلمك يعني إذا تقدمين بيني وبينك عاد تعيدين الفيديو. أنا بعطيك أسئلة بيتش تسليني عادي. خلك من الفيديو، أنت عطني الأسئلة وأنا راح أسألك. تمام سليني. أنا وايد عجبتني القاعدة. بيتش تسليني عن شلون قلت يعني عن الفرس. سليني شنو يلا قولي كلمني عن الفرس. فرس أجمل ما خلق الله. هو بلين بغيمة والراس شامخ من ودلي. الفرس إذا يعني شلون قلت إذا أنت تحبينها وتعلفينها وكل شيء راح تكون معاش طيبة. فرسها غير عن كل، غير عن الفحل، غير عن كل يعني. الفرق هي هادية. الحصان الفحل يكون حار حيل. الحصان إذا كنت تعذبه راح يكون معاك مو طيب. يعني لو تشوفيني شلون أنا أتعامل معاه راح تنصدمي. الخيل لازم أيك على يوم البيت أشوف أنت شلون تعامل الخيل. بالبيت بالمزرعة. بروح أيك المزرعة عادي. إيه. يعني أنت كم عمرك؟ أنا عمري 10 سنين. ما شاء الله تبارك الرحمن، 10 سنين وكذي قاعد وتسولف عن الخيل وعندك خيل. والله وناس الخيل. وناس. حيل. ليش تحب الخيل؟ لأن الخيل قلبه طيب. الخيل أحسن من بعض الناس. قول الخيل غيبة من عصور قديمة. إذا قالوا لك أنت باكر راح تقعد من النوم ما عندك خيل، ناخذ منك الخيل عادي؟ أنا ما أرضى. ما ترضى؟ ما. ليش ما ترضى؟ بس إذا أنت تستاهلينها. بعد قلبك. شفت لي خيل صافح خد خيل مع حلا يدها على خد الفرس. يعطيك العافية حمد. الله يعافيك. شكرا يا كاريزما. تعرف شنو يعني كاريزما؟ ها؟ تعرف شنو يعني كاريزما؟ لا. ما تعرف شنو يعني كاريزما؟ لا. يعني أنت كذي عندك كاريزما؟ كذي عندك شخصية حلوة؟